السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مدارس القيروان النموذجية نطل عليكم طلابي الصف السادس لمادة التاريخ. سوف نتحدث اليوم عن الدرس الأخير لهذه الوحدة، وهو بعنوان حجة الوداع وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن بداية سوف نستذكر ما تم أخذه في هذه الوحدة. تعرفنا في هذه الوحدة عن نظام الحكم الإسلامي في المدينة المنورة من خلال قيام المجتمع الإسلامي في المدينة، وأهم الأعمال التي قام بها الرسول عندما وصل إلى المدينة، وهي بناء المسجد النبوي، المؤاخاة، وأيضا بناء سوق مستقل للمسلمين، وأيضا وضع صحيفة الدستور لننظم العلاقة بين سكان المدينة. ثم تحدثنا في الدرس الثاني عن مقاومة المشركين للإسلام، وأن الله تعالى أذن للرسول وأصحابه بالقتال للدفاع عن النفس، وأيضا لرد أذى المشركين، وأيضا يا سادس حتى يتم نشر الإسلام والدعوة الإسلامية. وعندها بدأ الرسول بالسرايا والغزوات. تحدثنا في الدرس الثالث عن موقف الرسول من المشركين واليهود في المدينة، ولكن بداية سوف نتحدث عن أهم المعارك التي خاضها الرسول، وهي أول معركة معركة بدر، ثم أحد، ثم الخندق، ثم تم صلح الحديبية، ثم تحدثنا عن بعد صلح الحديبية فتح مكة، ثم غزوة حنين، ثم بعد غزوة حنين طبعا تحدثنا عن مراحل نشر الدعوة الإسلامية خارج شبه الجزيرة العربية من خلال غزوة مؤتة ومن خلال يوم تبوك. اليوم بإذن الله يا سادس سوف نتعرف على حجة الوداع ووفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. حجة الوداع حدثت عام 10 هجري، وسميت بهذا الاسم، أي سميت بحجة الوداع لأنها أول وآخر حجة للرسول صلى الله عليه وسلم. لقد كانت أول حجة وآخر حجة للرسول، إذن الرسول لم يقوم إلا بحجة واحدة في حياته، ثم عاد الرسول بعدها للمدينة. إذن حجة الوداع هي أول وآخر حجة حجها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت في السنة العاشرة للهجرة. إذا سألتك ما معنى حجة الوداع، بتقولي هي أول وآخر حجة حجها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت في السنة العاشرة للهجرة. طبعا بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بتجهيز المسلمين لكي يشرح لهم مناسك الحج ويبين لهم أهم الأحكام الإسلام عامة. إذن بدأ الرسول بتجهيز المسلمين ليشرح لهم أهم مناسك الحج وأهم أحكام الإسلام عامة. وخلال الحج خطب الرسول خطبته المشهورة التي تضمنت قيما دينية وأخلاقية كثيرة. هذه هي النص النبوي لخطبة الرسول في حجة الوداع، عندما قال: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا، وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت، فمن كانت عنده أمانة فليؤديها إلى من ائتمنه عليها، وإن كل ربا موضوع، ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، قضى الله أنه لا ربا، وأن ربا العباس بن عبد المطلب موضوعا كله، وإن كل دم كان في الجاهلية موضوع، وإن أول دماءكم أضع دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وكان مستردعا في بني ليث، فقتله هذيل، فهو أول من أبدأ به من دماء الجاهلية. إذن يا سادس هذه هي النص النبوي لخطبة الوداع. الآن سوف نتعرف على أهم الأمور التي تضمنتها حجة الوداع أو خطبة الوداع. حكينا خلال الحج خطب الرسول صلى الله عليه وسلم حجة الوداع التي تضمنت قيم دينية وأخلاقية كثيرة. من أهم هذه النصوص أنها حرم أكل مال الناس، إذن حرم الرسول أكل مال الناس. 2، حرم سفك الدماء الثأر، إذن حرم سفك الدماء، وقال أن هذا كان في الجاهلية، أي في حياة العرب قبل الإسلام، وذكر من هذا الأمثلة عليها، وهو دم
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. ثلاث، حرم الربا وخطورة التعامل به. حرم الربا كتير وضرورة التعامل به، وأكد على ذلك وشدد عندما أيضا ذكر ربا العباس بن عبد المطلب. أكد على أداء الأمانة عندما قال فليؤدي كل، فمن كان عنده أمانة فليؤديها إلى من ائتمنه عليها. إذن أكد على أداء الأمانة. ووصى بالنساء خيرا في آخر هذه الحجة، وصى بالنساء خيرا، وأكد على الأخوة الإسلامية، وهو أن كل مسلم له أخ في الإسلام بغض النظر عن رابطة الدم، الأخوة الحقيقية. إذن كل مسلم هو أخ للمسلمين. إذن من أهم نصوص خطبة الوداع طبعا التي تحدث فيها الرسول بخطبة الوداع: حرم أكل مال الناس، حرم سفك الدماء، حرم الربا، أكد على أداء الأمانة، وصى بالنساء خيرا، وأكد على الأخوة الإسلامية، وحذر في نهاية هذه الخطبة من وسوسة الشيطان. إذن حذر من وسوسة الشيطان. الآن يا سادة سوف نتعرف على ما حدث بعد هذه الخطبة. بعدما الرسول حج حجة الوداع اللي هي أول وآخر حجة للرسول، وجهز المسلمين وشرح لهم مناسك الحج وأكد لهم على أهم الأحكام الإسلامية في الخطبة، عندها غادر الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة بعد انتهاء الحج إلى المدينة، عاد إلى المدينة. طبعا جلس الرسول صلى الله عليه وسلم وفكر ما هو الخطر الذي يهدد الدولة الإسلامية الذي قام ببنائها في المدينة وشبه الجزيرة، ما هي الخطر الذي يهدد هذه الدولة الإسلامية؟ الخطر الذي يهدد هذه الدولة هو الروم يا سادس، الروم في جنوب بلاد الشام. فقرر الرسول بتجهيز جيش كبير طبعا بقيادة أسامة بن زيد. إذن أمر بتجهيز جيش كبير لغزوهم في بلاد الشام، وكان قائد هذا الجيش أسامة بن زيد، ولكن هذا الجيش طبعا كان محضر أو مجهز لغزو بلاد الشام وقتال الروم، لأن الروم أحس الرسول هم الذين يهددون الدولة الإسلامية، هم الخطر على هذه الدولة الإسلامية. حكينا قائد هذا الجيش هو أسامة بن زيد، لكن الجيش لم يغادر يا سادس المدينة. لماذا؟ لخبر وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن كان الرسول قد مرض مرضا شديدا، طبعا لم يغادر الجيش المدينة بسبب مرض الرسول. مرض الرسول صلى الله عليه وسلم مرضا شديدا، لم يستطع خلالها أن يصلي بالمسلمين إماما بسبب اشتداد المرض، فأمر أبو بكر الصديق أن يأمهم ويصلي إماما بالناس. إذن بعد رجوع الرسول من الحج مرض مرضا شديدا، وتوفي يوم الاثنين في 12 ربيع الأول عام 11 هجري. إذن توفي في 12 ربيع الأول عام 11 هجري، وأصاب المسلمين الذعر والخوف. إذن أصاب المسلمين الرعب والخوف، فخاطبهم أبو بكر قائلا: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حيا لا يموت، حي لا يموت. توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وأصاب المسلمين الذعر طبعا، وتوفي ودفن في حجرة عائشة في المدينة، اللي هي المكان الذي كان يجلس فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، حجرة عائشة، غرفة عائشة أو بيت عائشة. وردد الناس: إنا لله وإنا إليه راجعون. تعرفنا اليوم يا سادس عنه أو حجة الوداع، وهي أول حجة وآخر حجة للرسول. تعرفنا عن خطبة الوداع وأهم القيم التي دعت إليها، وتعرفنا أيضا على أن الرسول فكر بالخطر الذي يهدد مدينته أو المدينة التي قام ببنائها، وهو الروم في جنوب بلاد الشام، فأعد جيش كبير لغزوهم بقيادة أسامة بن زيد، ولكن هذا الجيش لم يخرج لقتال الروم بسبب مرض الرسول ووفاته. وبهذا نكون قد انتهينا لدرسنا لهذا اليوم يا سادس، أعطيكم ألف عافية.